معانا برضو على التليفون واحد من اصحاب الخبرات الكبيره، واحد من رؤساء قطاعات الناشئين لبعض او لعديد من الانديه، دكتور عطيه السيد، محاضر بالاتحاد المصري والافريقي لكره القدم واستاذ تدريب كره القدم بكليه التربيه الرياضيه. تحياتي ليك يا دكتور عطيه. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وتحياتي لقناه النادي الاهلي، ومستمتع بالحوار البناء ما بينك وما بين الكابتن حشيش، وعلى الاطلاله اللي حضرتك بتتناولها والموضوعات الحيويه اللي حضرتك بتتناولها في عمليه قطاعات الناشئين والبراعم والتعديلات الجديده. الحقيقه دايما موضوعاتك ثريه، وموضوعاتك بتكون بتلمس مشاكل المجتمع كره القدم في مصر، فبحييك الحقيقه على الموضوعات اللي حضرتك بتتناولها. كان زمان يا دكتور عطيه في التمرين واحنا اولاد صغيرين كان المدير الفني يقول لنا اللي هيشوط من خارج ال 18 الهدف اتحسب بهدفين، اللي هيستحوذ على الكوره وينقل 10 نقلات ممكن يبقى هدف، كرة من على الأطراف ضربة الرأس بهدف. ممكن نشوف الكلام ده في المسابقات الرسمية؟ الحقيقة طبعا الموضوع اللي حضرتك بتطرحه دوت هو كان مسار تساؤل من كام يوم لما طلعت بعض التعديلات من الاتحاد، بس انا مش عارف لسه لغايه دلوقتي مصدرها، هل هي اللجنه الفنيه ولا هي لجنه المسابقات؟ ولكن كان في لغط كبير جدا، مش عايزين ناخد الكلام اللي طلع دوت، عايزين نناقشه ونشوف الافضل فيه ايه. الاعلام ليه دور، رؤساء قطاعات الانديه ليها دور، العلم ليه دور، الابحاث ليها دور، الناس بره في اوروبا بيعملوا ايه. انا الحقيقه سافرت اكتر من مره وفي اوروبا وشفت في اسبانيا بيعملوا ايه، في اليونان بيعملوا ايه، في المانيا بيعملوا ايه، في البرتغال بيعملوا ايه. فاحنا لازم نقتدي بالناس اللي سابقانا بمراحل كبيره جدا، يشوفوا هل التعديلات دي مناسبه جدا لأني مرحلة سنية، وكل مرحلة ليها التعديلات المناسبة ليها. يعني هدي حضرتك مثال، التعديلات اللي حضرتك قلتها دي يا كابتن أسامة ممكن تكون مناسبة جدا في مراحل البراعم، عشان خاطر نحاول بقدر الإمكان نؤسس للاعب المتكامل. يعني مثلا أنا شفت في برشلونة إن مفيش حاجة اسمها الضغط العالي، ما بيعملوش ضغط عالي خالص على اللعيبة. بمعنى إيه؟ إن أول لما الجون بيمسك الكورة عندنا في مصر هنا، أنا شفت مسابقات للبراعم كارثة. اول لما يكون بيمسك الكوره الفرقه كلها بتطلع تضغط عليه، ايه اللي بيحصل؟ الجون ما بيعندوش فرصه ليعمل بيلد اب او يبني من تحت، فبيضطر يلعب الكوره ايد ورجل. فبنلغي من عند الولد تماما فكره ان هو يحضر الكوره، وهي ده اول بناء للعب اللي هو التحضير من الخلف ثم تطوير الهجمه ثم انهاء الهجمه. بنختزل البناء والتحضير في عمليه ان احنا نعمل لونج باس طويل او كره عاليه طويله، فيضطر اللاعب مضطر انه يلعب بدماغه في مرحله سنيه مش مسموح فيها لا النمو ولا حجم الكوره ولا العوامل النفسيه، ان انا اجبر الولد على اداءات بدنيه لا تتناسب مع طبيعه تكوينه الجسماني ولا ومع تكوينه الفني لممارسه كره القدم. فاحنا محتاجين تكون التعديلات دي تتناسب مع المرحله السنيه، تتناسب مع طبيعه الهدف من المرحله. احنا عايزين ايه من مرحله البراعم؟ انا عايز اسامه حسني الناشئ اللي عنده 7 سنين ولا 8 سنين ان هو يكسب ولا هو يتعلم؟ فالهدف هنا اهداف اداء مش اهداف نتائج، فلازم ابحث عن النموذج الامثل اللي انا عايز اوصله. فانا عايز الولد يكون النموذج بتاعه المهاره مكتمله، يبقى انا لازم هنا اللجان الفنيه اللي في الاتحاد المصري لكره القدم وفي الافرع بتاعتها في منطقه القاهره، كان الكابتن حشيش موجود اهوت من شويه، هو راجل فاضل وراجل ومنطقه نشيطه جدا، منطقه الجيزه وهكذا، اللجان الفنيه دي ينبثق منها لجان اخرى لتقييم الفرق في البراعم، يعني ما يبقاش اسامه كسب عطيه 3-2 فاسامه الفائز، لا، في وسيله اخرى لتقييم اللاعبين بتعتمد على تقييم الاداءات المهاريه، تتحدد وتتقنن من خلال لجان علميه ولجان فنيه عشان نقدر نحدد مين المدرب المؤثر بشكل كبير جدا واللي طور فرقته، مين الفريق المتكامل الاعداد، نعمل تعديلات في القوانين تخدم عمليه التعليم. زي ما قلت لحضرتك كده، في اسبانيا مثلا ما بيعملوش الضغط العالي، يعني ايه؟ اول لما الجون بيمسك الكوره الفريق عاملين خط كده ومحدش بيتعدى الخط دوت او بيرجعوا، بعد اللمسه الثانيه بيبتدوا يطلعوا عليهم عشان يعلموا الاولاد ان هم يعملوا بيلد اب او يشتغلوا من تحت. لما بيطلع لعيب بقى من البراعم دي للفريق الاول في النادي الاهلي ما بيبقاش غريب، لما يطلع للفريق الاول لنادي الزمالك ما بيبقاش غريب عليه لما يجي مدرب اجنبي يعلمه البيلد اب وما يخافش ويلعب تحت ضغط خصم، لانه من الاساس اتاسس بطريقه ان المهاره مكتمله عنده. فانا بقى اناشد هنا
اللجنه الفنيه بالاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المدربين واللجان الفنيه بالاتحادات الفرعيه وكليات التربيه الرياضيه ان يتحط نموذج امثل للقوانين المعدله اللي تخدم اكتمال النموذج المهاري، مش بس ان انا حته التصويب ده. يعني انا لما سمعت موضوع ضرب الكره بالراس في السن الصغير ده انا مش مستحب تماما، لان في عوامل للامن والسلامه، عوامل الخوف. يعني انا شفت نماذج كبيره للعيبه كبار جدا في الاهلي والزمالك، وده افضل النماذج اللي شفتها، لغايه اما لعبوا دوري ما كانوش بيعرفوا يلعبوا بدماغهم، لان في خبرات سيئه وخبرات في التعليم ما كانتش مستحبه جدا اتنفذت معاهم وهم صغيرين او ما اتعملتش معاهم بالشكل الامثل، فما طلعش اللاعب عنده اكتمال للنموذج المهاري. فعندي نص لاعب، لعيب بيلعب بيشوط كويس قوي ما بيعرفش يلعب بدماغه، او بيلعب بدماغه كويس قوي ما بيعرفش يشوط. فلازم التعديلات تخدم مرحله اكتساب المهارات عند اللعيب، عند اللعيب كلها. ما فيش لعيب عندي اسمها بيدافع وبيهاجم. حتى يا كابتن اسامه المراكز اللي احنا بنقول عليها 6 و8 بره الكوره المودرن فوتبول اتلغى منها الكلام ده كله. الفريق كله بيدافع اول لما يفقد الكوره، الفريق كله بيهاجم اول لما يمتلك الكوره. يعني خط الدفاع بتاعنا بيبدا من المهاجم، خط الهجوم بتاعنا بيبدا من الجون. فلازم حتى اسمه بقى معدل، اسمه لاعب المرمى، ما بقاش اسمه حارس المرمى، لان انا الجون اللي ما بيعرفش يلعب برجليه هيعمل لي مشاكل كتيره جدا. وشفنا كلنا جوارديولا اول ما مسك سيتي، يعني حضرتك دلوقتي عايز تقول يا دكتور عطيه ان الافكار اللي تتحط في البراعم ومسابقات الناشئين ان انا الهدف منها ما اكسبش بطوله على قد ان انا اكسب ناشئ او اكسب لاعب، هو ده الهدف عليك. هو ده الهدف الرئيسي. اي تعديل اذا ما كانش هدفه الرئيسي اكتمال النموذج المهاري وتحسين الاداءات المهاريه واكتمالها عند اللاعب وانه يؤديها بفاعليه يوصل لمرحله الاليه. طب هل كان في جلسات قبل كده دكتور عطيه؟ نعم. لا، هل كان في ندوات او جلسات ده عليها اتحاد الكوره ده حضرتك فيها وكنت موجود عشان تطرح الافكار دي ولا ما حصلش الكلام ده؟ الكابتن محمد حشيش نفسه هو كان يعني لسه سابقني في المداخله. انا جيت من سنتين في الاتحاد المصري لكره القدم، عملنا دوت في منطقه القاهره كويس، في المقطم كانوا جايبين دورات تنشيطيه الحقيقه، ومنطقه القاهره من المناطق النشطه جدا هي ومنطقه اسكندريه. انا برضو عايز اقول من هنا الحاج عامر حسين في منطقه اسكندريه بيطور المدربين باستمرار، منطقه القاهره الكابتن محمد حشيش بيطور المدربين، واتكلمنا على دي. يعني من ضمن الحاجات الاطروحات اللي طرحناها كمان ان في مراحل البراعم لابد ان يكون في دورات صقل او ورش عمل لاولياء الامور. انا اتفرجت في نادي المقاولين. خلي بالك ده انت رحت لنا لنقطه حلوه قوي، احنا دايما بنتكلم عن اللاعب بنتكلم عن المدرب ونسينا اهم ضلع في المنظومه ولي الامر بالنسبه للولد الصغير. علشان ازاي ولي الامر يبقى مساعد للولد، دوره تكميلي او اساسي مع المدرب، وما يحطش برضه يعني اعباء على ابنه الصغير او ضغوطات على ابنه الصغير. الحقيقه يا كابتن اسامه في الكلام اللي انت بتقوله ده مهم جدا، واحنا يمكن طرحنا هذا الموضوع تاثير اولياء الامور في مرحله البراعم. انا اتفرجت في نادي المقاولين على الدورات اللي بتتعمل للبراعم، لقيت ان اولياء الامور بره بتصرخ وبتصوت وبتشتم وبتزعق وبتوجه الاولاد مباريات ثانيه بره الخطوط وانفعالات غير طبيعيه لا تتناسب، مش ده الهدف بتاعنا خالص. فاحنا محتاجين اولياء الامور دول ضلع من ضمن الاضلاع التدريبيه. لو ولي الامر او المدرب ما استوعبوش ان المدرب مش هو بس اللي بيمرن، المدرب بيمرن ساعه ونص وولي الامر بيمرن 22 ساعه ونص. بس بيمرن ايه؟ بيمرن اكل وشرب واتيتيود وتعليم، بيمرن انه بيغذي القيم السليمه عند اللاعب انه يحترم الوقت ويحترم التدريب ويحترم العادات اللي تكمل بناء اللاعب زي النوم والتغذيه واحترام التدريب واحترام الادوات، كل الحاجات ديت. وان ما ينفعش ولي الامر قايم بدور المدرب وعمال يوجه وشوط واطلع ويزعق مع المدرب. عمليات ضغوط كبيره جدا بتنتقل الى ابنه اللاعب وبتاثر عليه وبتخلق عليه ضغوط بتتنقل على المدرب، وللاسف ابتدت تتنقل بشكل كبير جدا لاولياء لمجالس الادارات. بقى تقييم المدربين انت جبت بطوله يا كابتن اسامه ولا ما جبتش بطوله، مش اثرت بالايجاب ولا لا. انا عايز احيي مجالس الادارات اللي بتقيم المدرب اللي طلع لعيب للدرجه الاولى. يعني النادي الاهلي النهارده لما يشوف لعيب صاعد من الناشئين للفريق الاول، هو ده نشوف مين الاكتر المدربين اللي اشتغلوا مع الولد دوت واثروا فيه ويبقى ليهم بونص.
يبقى ليهم دورات ورش عمل، ليهم معايشات بره، لان ده بيصنع لي، دولت اللي بيصنعوا النجاح. في ناس تانية بتشتري النجاح، بتروح تشتري لاعب جاهز. طب انا ايه فايده قطاع الناشئين؟ ايه الهدف من ان انا بجيب قطاع الناشئين بصرف عليه 20 30 مليون جنيه في السنه؟ النادي الاهلي فيه قطاع كبير جدا، نادي الزمالك، نادي المقاولين، نادي انبي، دي قطاعات كبيره جدا لا تقل عن 10 ل 12 فريق باجهزتهم بكل الكلام ده. لو مش الهدف هو بناء لاعب متكامل الاعداد عشان اصعده للفريق الاول، لكن لو الهدف الرئيسي بتاعي ان انا احصل على بطوله، انا بهدر الاموال اللي بيتم تخصيصها لهذا القطاع. اخيرا دكتور عطيه، وهيبقى لينا حلقه مع حضرتك طبعا عشان يعني نفرد فيها كل المواضيع، ايه الحاجه اللي بيتمناها الدكتور عطيه تكون موجوده في الموسم القادم في مسابقات قطاعات الناشئين ما كانتش موجوده قبل كده وتتمنى تشوفها في الموسم القادم؟ رقم واحد، اتمنى اولا عمليه الملاعب. الملاعب هي جوهر لعب. دي النقطه اللي اتكلم فيها كابتن حشيش، سيئه جدا جدا جدا، اصابه ما بتخليش اللعيبه تلعب كوره على الارض. الملعب والكوره هم اهم عنصرين. العنصر الثاني تطوير المدرب، تطوير المدرب بتاع البراعم. ارجو من مجالس ادارات الانديه رفع الحد الادنى لمرتبات المدربين. المدربين اللي تحت النهارده الدوره ايه ب 25000 جنيه، الدوره دي ب 8000 جنيه، الدوره سي، المدرب اللي بياخد 1000 ونص و2000 جنيه ده هيتطور ازاي؟ ده اكيد موضوع هنفتحه وهنناقشه، ان ده موضوع مهم جدا. اتمنى تطوير المدرب، تطوير الملاعب. مجالس ادارات الانديه ما تعتمدش على النتائج فقط في تقييم المدربين. ارجو ان مديرين القطاعات يكون ليهم مشروع واضح وليهم استراتيجيه فنيه واحده وموحده عشان يبتدوا ينقلوها للمدربين. ما يكتفيش مدير قطاع الناشئين بمتابعه النتائج والمباريات، لازم يطور المدربين اللي عنده والاداريين ويتواصل مع اولياء الامور بطريقه تخدم بناء اللعب. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عطيه، وان شاء الله يكون لينا حلقه مع حضرتك ان شاء الله، حلقه بقى مفصله نفرد فيها كل الموضوعات بشكل كبير.